هاي هذا وين جيت البنات 15 كان اول نهار ليا فريمون البنات دقدقه تعرف شنو مدقدقه باسكو البارح رحت ترينيت كامل ني بزاف عيان واليوم عندي بزاف ما يندار. كتبت البارح كتبت دي ليست تاعي واش عندي راهي غادي كيناك حدايا. دروك البنات راح ندي ماكي وجهي ونوض نتو دان صالي باسكو الظهر اذن وتين خافه كانوا سخاتي خويا كامل راح ندي ماكي وجهي بهذا دي ماكيون تاع فينوس فريمون البنات احسن دي ماكيون تقدروا تشرو اللي هو هذا تاع فينوس فريمون البنات بزاف هاير اذا غير 25 كي نكون دايره الغسيل كيما كنتش دايره الغسيل نغسل ديريكتومون بالجل نيتوايون تاعي ما نحاولش انه ندي ماكي ويا احسن حاجه البنات باش تقدروا انكم تنظموا وقتكم وديروا زعما بزاف صوالح في النهار اللي هي لازم البنات ديروا تو دي ليست تاعكم. انا ندير تو دي ليست تاعي اللي دايرتها وحطتها عند راسي ماشي نكتبها وندسها يعني ندس الكراس باسكو الا كتبت تو دي ليست تاعي ودسيت الكراس غادي ننسى اصلا بلي راني كاتبه تو دي ليست تاعي سما نكتبها حدا راسي حدا طاب دو نوي وخلي زعما ديك الورقه اللي كاتبه فيها تو دي ليست تبقى الكراس فيها محلول ما ينبلعوش ويا ليكو البنات بيرو كيفاش راه انكرويابل لهنا خملت داك السقم غير فريش كنت سقم تاع الصباح باسكو فريمون قلبتها كيف ما كتشوفوا خلي نخملو رجعوا كل حاجه في بلاصتها. اول حاجه خواتمي رجعهم في هذه لابوات تاعهم هكا باش ما يتودروا والله هذه الكلمه والله يعني لا تقدر بثمن. راقب مشهدك في الحزن في الفقد. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا ان الصبر عند الصدمه الاولى هذا اول توجيه امسك نفسك. ثاني نقطه التفسيرات اللي نحطها تجاه اي حدث يصير ما ندري الشر في الظاهر والخير في الباطن كلش في بلاصتو. اخر حاجه صح الغبره الى جات ورجعت كلش في بلاصتو لاشون بختير فريمون انتيك ما خصها حتى شي حاجه راح نشارك معكم البنات كامل واش شريت ليكو. اول حاجه اللي هي هذه لا كريم فريش نوريها لكم هذه لا كريم فريش جايه في قرعه تاع الزبده وجايه فريمون ثقيله زعما ديروا غير كونتيتي صغيره وبزاف هايله سموها كريمه سائله كل في واحد كاينه هذه مورقه لا بات فيتي هذه البنات تقدروا ديروا بها سكري ديروا بها صالي نتوما على حساب واش تبغوا و دوزيام اللي هما هادو هذا فخوماج تاع بربر هذا بربر و هادو النقانق هوت دوغ و عندي لحظة كي نبغي هاد المملحات كامل نبغي نستعمل لحظة بودغ و وهنايا عندي هذا فخوماج راكي و يا هادو هما كامل البنات وشي راح ندير دروك البنات ليكيش وجدت هذا الكاس راح نعبر به الفرينه عندنا لهنايا الكاس راهو قل راهو عند الخط الاصفر تاع الماء ونفس العبر عبرت بها للزيت وعندي هنا خماره تاع كسره وفرينه وملح نبداو على البركه تاع ثلاث كيسان فرينه الكاس الاول زوج
تحلت. ندير هادي، ندير ملح، ندير هشقة، نقص خميرة تاع الكسرة، ندير قد حدا، نزيد شوية قد مغرف كبيرة، نخلط هادو النواشف كاع مع بعض، كاس تاع الزيت تاعي ونخلطو بيدي تخي تخي بيان، ونلموها بالماء. الماء عادي، ما يكون بارد بارد، ما يكون حميض، اخ يكون دافي. ما تعليكيش ما تعجنش، غير تلموها برك. نزيد يعني دروك كملت الكاس تاع الماء، الكاس ماهوش كامل كاع. وإلا بغيتو ديرو غير زوج كيسان تاع فرينه، ديرو نص كاس زيت ونص كاس ماء فقط. نزيد فرينه انا على حساب الله، كل وحده دير على حساب افراد العائله. هاني في شعال ما درتش ليكيش، تشهيتهم كي شت ابي جاب الدجاج، قلت نديرهم مع لاصوب نتعشاو بهم. ايكو العجينه تاعنا راهي حاضره، ماهي ناشفه بزاف، ماهي يابسه، هادي تبقى تهليكيش، تبقى هكا جايه. ندير شويه فرينه في البول تاعي، نحطها نغطوها لي. ها دروك العجينه تاعي راهي واجده، نخليها تخمر على غدها، غادي نزيد نغطيها بسيرفيت ونخليها قد ما نصنع لافارس تاعي. البنات وجدت كاع صوالح اللي غادي نحتاجهم في لافارس. لهنايا كيف ما شفتوا هذه فلفله، هنايا البصل تاعي قطعته دي مخصوات سقندوحية، عندي الدجاج نخلي المقله تاعي تحمى. تاعي نقصنا النار، غدا سمش غادي نديرو، درت كاع بصل قطعتهم هكا دي مخصوات تكونوا كبار باسكو كلش غادي يطحن. لهنايا عندي زروديه لفت وبطاطا وحشيش. ياكل البنات درت لاصوب تاعي، خلي حتى شويه تقلى الخضره، نخليها تقلى شويه. هنايا درت الماء تاعي خليه يحمى باش نديره في العصوب، و البصل تاعي راهو يتحل الله الله، راح خليه شويه يتكراميليزا باش عادك نزيد له الفلفله. راح ندير ملح وحرور هذا مكانك، ندير الملح والحرور. خلطو ونخلوهم. البنات نزيد الفلفله تاعي، الفلفله هذه البنات ما تشج في الطياب، خلط ونخليها تطيب في غرضها، نغلق عليها ونخليها. نجو دروك للعصوب، راح نزيد لها لي زبيس، نديرو الحرور. درت البنات حرار، نزيد الملح ونمرق. عندي فلها البنات هذا العدس الاحمر شله، ونضيف لها طوماطيس كونسونطري الاحمر تاعي. راح درت له البنات الحرور وشويه تاع الملح، ما نقويش الملح باسكو اصلا حتى ندوق كلش. بصل اللي درت له الملح، ندير له البنات لاموتا هكا، نخلط كلش كيما هكا. كيما قلت لكم البنات المخصوات يبانو كبار بزاف، غادي نرققهم.
البنات غادي نذوق الكيك اللي صنعتها معكم البارح. ما ذقتهاش البنات، هما اللي كوكلاو نصها وقالوا لي جات بزاف هايله. انا هدا وين راح نذوقها ونعطيكم رايي. بسم الله. جات سوبر بيان، بزاف هايله. بالنسبه للبنات اللي يبغوا سيترون جات بزاف هايله، والكيك جات فلافي. او ماي جاد، بزاف هايله. ليكو البنات لهنايا كيف ما كنتو تشوفوا باللي الماء تاع الدجاج اللي كان طالقه الدجاج والفلفله وبصل كامل شربته. كي تجي تخلط المقله صحه ناشفه. كي تشوفوا المقله تاعكم نشفت ماشي تزيدوا الزيت، لا زيدوا الماء. راح نزيد الماء ونخلي الدجاج تاعي يطيب في غرده. اصلا ذقتو زعما ما خصهاش بزاف يطيب. ندير له الماء ونخليه يتقلى ليها وخلوها. والبنات مع لافارس راح ندير زوج تاع هوت دوغ نزيدهم على لافارس، بما انه لافارس تاعي طابت. باسكو هو اصلا هذا الهوت دوغ راهو طايب، يجي مطيبينه شويه، سما تخلوه غير شويه ليكو حاجه للشبه فيه. مغلفينه بالحبه. ريحته الكاشير. او ماي جاد، عندي غير واحد، عندي زوج باسكو فيه الكو تاع الكاشير وانا مش كاشير. انا لا احب الكاشير يا حبيبي. نقطعه هكا نديريه على الدجاج. الدجاج تاعي طاب، نزيد له هذا ونخلطهم. كي شفت لافاس تاعي طابت البنات، رحت جبت العجينة تاعي درتها في ليفيغيت و دخلتها في الفرن الفرن قد ما طيب لي العجينة وحدها، باش عادات من بعد نزيد لها لافاس. هنايا البنات جبت لاسوب و طحنتها بالميكس، ميكسيتها تخي تخي بيان بالميكسور، و زدت لها البنات لاكخيم فخاش باش تولي عقدة، و درت لها لي زيبيس، زدت لها الملح الحرور فلفلة كمون و فلفلة حمرا و طوماطيس كونسونطخي. وهنايا البنات راح نوجد لا كريم فريش اللي راح نزيدها فوق لا فارس. واش ندير فيها؟ درت البنات زوج حبات بيض، درت لا كريم فريش. البنات استعملوا اي نوع تاع لا كريم فريش. صراحه البنات هذه لا كريم فريش صدقت بزاف هايله، ننصحكم انكم تشروها. والبنات درت معاها طوماج في لي زيبي البنات، ما درتش حاجه كبيره، درت غير حرور وما درتش ملح باسكو اصلا فرماج مالح ولا فارس شويه ملحتها. من أكثر الأمور اللي تخليني أرتاح نفسياً وعيش براحة هو إدراكي التام بأن أي شيء لي نصيب فيه راح أخذه بإذن الرحمن، وهذا النصيب اللي الله سبحانه وتعالى قدر لي إياه وكتب لي إياه راح أخذه مهما حصل، مهما أنا ابتعدت عنه أو حتى هذا النصيب ابتعد عني، دام الله كاتب لي إياه فراح أخذه بإذن الرحمن. كل شيء الله سبحانه وتعالى كاتب لك إياه راح تأخذه، مو شرط الحين، يمكن تالي، بس مردك بتاخذه دام الله سبحانه وتعالى قدر وكتب ان هذا الشيء بيكون لك. فراح تتهيأ لك الظروف وراح تتهيأ لك الاسباب وراح تلقى نفسك انك انت راكب ممكن على ظهر عدوك عشان تروح تاخذ رزقتك او تاخذ نصيبك. فليش انت تقلق وتشيل هم الدنيا وانت عارف بان الله سبحانه وتعالى لو كاتب لك شيء راح تاخذه راح تاخذه. شهيدكم في الجنة البنات، نتمنى لكم تيروا الوصفة لأنه جد أكثر من رائعة ويا.